مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من حصتكم فوت بلس. اليوم سنتحدث عن العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط التابعة للاتحاد العربي لكرة القدم في حق كل من اتحاد العاصمة ونادي القوة الجوية العراقي إثر الأحداث التي وقعت في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور 32 من البطولة العربية للأندية وعلى ملعب عمر حمادي ببلوغين هنا في الجزائر. ولمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة المستشار القانوني في الرياضة وكرة القدم رشيد رجراج. أهلا بك. السلام عليكم، شكرا للاستضافة. مرحبا بك سي رجراج، كما أسعد باستضافة الزميل الإعلامي يوسف مريبعي. أهلا بك. مرحبا أمين، ومساء الخير لكل جمهورنا الرياضي. مرحبا بك يوسف. بداية سي رجراج، كيف ترى العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط التابعة للاتحاد العربي لكرة القدم؟ هل تراها عقوبات منطقية في حق الاتحاد أولا؟ في حق الاتحاد أولا، على كل حال اللجنة هي تدرس تقارير الحكم ومراقب اللقاء، وعندها يعني لائحة للانضباط والأخلاقيات اللي يعني هي تقوم بتطبيقها. احنا دوك فهمنا ان اللجنة انطلاقا من التقارير كيف ما صدر عن مناصر الاتحاد بان يعني ربما تلفظوا كما هو يعني مخصوص باللائحة. لنوضح صورة للمشاهد، لجنة الانضباط التابعة للاتحاد العربي لكرة القدم غرمت اتحاد العاصمة ب 150 ألف دولار بسبب الهتافات، وبخمسة آلاف دولار بسبب الألعاب النارية التي أشعلها أنصار اتحاد العاصمة. تفضل. نعم، يعني بمضمون المادة 9 من لائحة الانضباط والأخلاقيات للاتحاد العربي لكرة القدم، فيما يخص مثلا ما صدر عن وما صدر عن الجمهور ما يصدر عن الجمهور هي العقوبة المالية في منحنى تصاعدي تنطلق من 100 ألف دولار إلى 500 ألف دولار. وهنا يعني اللجنة قررت بعقوبة مالية ل 150 ألف دولار، يعني زادت على الحد الأدنى ب 50 ألف دولار. أما فيما يخص استعمال الألعاب النارية ولا كما سمته هي الشماريخ في اللائحة، فهنا كذلك العقوبة تروح يعني من 10 ألف إلى 100 إلى 10 من 10 ألف إلى 100 ألف دولار أمريكي. صافي، العقوبات منطقية وكانت الاتحاد يستحق هذه العقوبات. لا، ما نقولش الاتحاد يستحق هذه العقوبات. العقوبات قلت لك يعني كي ناخذوا يعني نص المادة اللي موجودة يعني في لائحة الانضباط الأخلاقيات للاتحاد العربي لكرة القدم، نقولوا أن فيما يخص كل ما بدر عن الجمهور من ألفاظ عنصرية أو جهوية أو محرجة يتم معاقبتها بغرامة مالية تتراوح من 100 ألف إلى 500 ألف دولار. واليوم مادام لجنة الانضباط للاتحاد العربي لكرة القدم قامت بأخذ هذا القرار، إذا أنها يعني كيفت ولا يعني كيفت ما صدر عن جمهور اتحاد العاصمة أنه يعني مخل بأنظمة الاتحاد ولا لوائح الاتحاد العربي لكرة القدم. شكرا لك يا رشيد رجراج. يوسف مربي، أرى أن العقوبات مجحفة أم الاتحاد يستاهل هذه الغرامات؟ بالنسبة للعقوبات، هي الفريق اتحاد العاصمة وفريق القوى الجوية العراقية، يعني حتى فريق القوى الجوية العراقية. نتكلم عن العقوبات التي أصدرت. نعم، يعني العقوبات لكل الفريقين. نتكلم على الاتحاد. نعم، اتحاد العاصمة. أظن أن الاتحاد العربي لكرة القدم طبق القانون، يعني بدون مزايدات أو بدون أي يعني. كنشوفوا 150 ألف دولار هي نوعا ما يعني باهظة بالنسبة لاتحاد العاصمة. نزيدوا لها 5000 دولار الألعاب النارية، هذا شيء منطقي لأنه الألعاب النارية محظورة في الملاعب كرة القدم، حتى قوانين الفيفا تحظر يعني استعمال الألعاب النارية. الاتحاد العربي قل طبق القانون، وكان لابد أنه يضرب بيد من حديد في القضية هذه حتى يغلق الباب لمثل هذه التصرفات اللي ربما قد تحدث مستقبلا مع فرق اخرى. يعني عربي، احنا نعرفوا انه العلاقات السياسيه بين الدول العربيه تاثر
على الشعوب، وكرة القدم هي ميدان للشعوب هذه، يعني يفرغوا فيها هذيك الضغوطات ديالهم. نعم، وكرة القدم تمنع شعارات سياسية، والقوانين كرة القدم وقوانين الاتحاد العربي تمنع الشعارات السياسية كما قال الأستاذ، وتمنع الإساءة للخصم، أي هتافات أو يعني شعارات قد تسيء ولا يعني تحط من قيمة الآخر، هذه ممنوعة في ملاعب كرة القدم. أظن أن الاتحاد العربي كان مطالب أنه يسلط هذه الغرامات المالية، لكن عندما قلت حتى يغلق الباب لربما أمور قد تحدث مستقبلا في لقاءات أخرى، ربما فرق جزائرية كذلك ربما تطيح مع فرق سعودية أو فرق يعني أو فرق تونسية مع فرق يعني كويتية أو بحرينية، ربما قد تصدر هتافات نوعا ما مستقبلا. فيما يخص نعم. العقوبات، عقوبات لجنة الانضباط فيما يخص الهتافات، كما قال السي رجراج الحد الأدنى هي 100,000 دولار، والحد الأقصى 500,000. ألا ترى أنها عقوبة مخففة نوعا ما؟ 150,000 دولار والحد الأدنى 100,000 دولار، 50,000 دولار فقط كفارق للحد الأدنى من العقوبة. هو العقوبات ما نقدرش نخوض فيهم لأنه تخضع للتقييم تاع لجنة الانضباط، يعني لجنة الانضباط هي المخولة لها أنه تقيم العقوبات حسب تقرير كما قال الأستاذ، حسب تقرير حكم اللقاء ومحافظ اللقاء. هما عندهم تقارير، احنا ما عندناش تقارير، ما شفناش تقارير واش فيها تقارير الحكم. ما شفناش اسكو تقارير مخفف ولا تقارير ثقيل ولا باش نقولوا العقوبات ثقيله ولا خفيفه. اذا لجنه الانضباط هي اللي عندها كامل المعطيات استنادا لتقارير الحكم ومحافظ اللقاء، محافظ اللقاء ومسؤوليه عندها المعطيات، وهي لجنه تدرس بينها وتقيم العقوبات. وحتى العقوبات يعني كي نشوفوا بين الفريقين ماهيش يعني فيها فارق كبير، يعني عقوبات متوازنه بين الفريقين. هناك سؤال موجه لك السيد رجراج، في حاله ما اذا قدم محافظ اللقاء تقرير والحكم حكم المباراة، الحكم أدارها حكم إماراتي، حكم المباراة تقرير وكان التقريرين مختلفين، لجنة الانضباط بماذا تأخذ؟ أي تقريرين، تقرير الحكم أم محافظ اللقاء؟ كل ما يدور في داخل الملعب عندما يكون تناقض في بين 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 تقرير الحكم وتقرير محافظ ومراقب اللقاء يعني يؤخذ يعني بعين الاعتبار بتقرير الحكم، يعني هو أولى. ما يحدث خارج يعني خارج الملعب، خارج الملعب فهنا يعني في تقرير واحد هو تقرير مراقب اللقاء. مراقب اللقاء، نعم. هذا فيما يخص عقوبات الاتحاد العربي لاتحاد العاصمة. البلاد، تلفزيون البلاد كان قد أجرى اتصالا هاتفيا بشكل حصري مع عبد الحكيم سرار، وكان رده وتعليقه عن هذه العقوبات كالتالي. أولا سقطت علينا قرار لجنة الانضباط الاتحاد العربي، وين غرم الفريق ب 150,000 دولار في السوق الموازية تعتبر 3,300,000,000 جزائري زائد 5,000 دولار لرمي شماريخ زيادة على منع اتحاد العاصمة من استعمال ملعب بلوغين في مباريات كأس العرب، وعقب فريق القوة الجوية ب 100,000 دولار و 20,000 دولار أخرى نظرا للانسحاب. يعني بكل صراحة نظن يعني اتحاد العاصمة لم يختار ولم يريد أن يلعب في ملعب عمر حمادي إلا بعد ما استحال لعب المباراة في ملعب 5 جويلية أو في ملعب شاكير بالبوليدة. يعني كان مستحيل، لم تكن يعني إرادة نادي أو إرادة اتحاد أو أي شيء، يعني الظروف هي التي لم تسمح لنا بإقامة المباراة في ذاك الملعب. أظن نحن ما دام نحن نشارك في هذه الدورة لابد أن نكون نعطي إضافة لتطوير وإنجاح هذه المنافسة، فلا داعي للخوض يعني في أمور التي ربما ستسيل نوعا ما بعض الحبر مرة أخرى. نظن بأن القضية انتهت وطوي ملفها، ف
فنحن نقتنع بما قامت به لجنة الانضباط للاتحاد العربي، وسنواصل يعني المنافسة من أجل هذا الكأس، وسنحترم يعني في حياتنا دائما نحترم الأندية اللي تلعب معنا. عبد الحكيم سرار تقبل العقوبة بصدر رحب وبكل روح رياضية، ما تعليقك عن تعقيبه؟ لا، هو على كل حال قال انه تقبل هذه العقوبة، ربما ما كانش يعني راضي بها، كان تقبلها خاصة انه في إمكانية ان اتحاد العاصمة ما زيدش يعني يستقبل فيها في إطار البطولة في ملعب عمر حمادي. نقطة سنتكلم عليها قبل بعد لحظة. هو تطرق يعني الأخ عبد الحكيم سرار في الاتصال معكم، الاتصال الهاتفي، هو يعني تقبلها، ونفهم من هذا المنطلق ان يعني اتحاد العاصمه ما راحش يعني يستأنف قرار لجنه الانضباط وتقبله يعني بصدر رحب. نعم. يوسف مريبي، هناك كلام حول حظر او عدم استقبال اتحاد العاصمه انديه عربيه في ملعب عمر حمادي ببلوغ مستقبلا، ستطبق اذا لجنه الاتحاد العربي لكره القدم نفس القرار الذي اتخذته الكاف في حق الاتحاد، وهو عدم استقبالها في ملعب عمر حمادي ببلوغ. الامور ليست رسميه، لكن من المتوقع ان يتم اقرار هذا القرار. نظن انه الفريق اتحاد العاصمه ما كانش حاب يستقبل في بولوغين، كان مضطر، لانه ملعب 5 جويليا مغلق بسبب الصيانه، ملعب تشاكر مغلق بسبب الصيانه، ما فيش ملعب اخر يستقبل فيه اتحاد العاصمه ضيوفه يعني على في المنافسات القاريه. اتحاد العاصمه كان مبرمج انه يلعب 5 جويليا، ما لقاش وين يلعب، راح لبولوغين. يعني نظن انه احنا حتى الجمهور الرياضي الجزائري بصفه عامه، ومش فقط اتحاد العاصمه ومناصر اتحاد العاصمه، ماشي مليح يعني، ليس من الجيد يعني لصوره الجزائر انه نستقبل منافسات قاريه واقليميه في ملاعب صغيره كملعب بولوغين او ملعب 20 اوت. يعني الغالب ما كاش ملاعب. نظن انه حتى العراقيين نهار جاو اشتكوا من تغيير الملعب، قال لك ارضيه اصطناعيه، احنا ما كانش على بالنا، درنا تربص في تركيا في ملعب يعني من العشب الطبيعي، وحضرنا مع فرق على العشب الطبيعي، يعني اندهشوا لوجود ارضيات في الجزائر مثل هذه اللي هما ربما في العراق وفي التوترات وعندهم ملاعب ربما احسن منا. نظن انه هذا هو الواقع تاع الجزائر، ما فيش ملاعب الى حد الان، رانا نستناو الملاعب ان شاء الله يدشنوها عن قريب، الملاعب التي هي في طور الانجاز. براقي نعم، براقي دويرات وهران تيزي وزو، ان شاء الله هذاك الوقت يولوا عندنا ملاعب، لانه هذا الملاعب صغيره بولوغين غير مؤهل من طرف الكاف، وفي حديث انه الاتحاد العربي راح يرفض مستقبلا ويحذو حذو الكاف نظن انه هادو حتى الملاعب احنا ما يشرفوناش وما يشرفوش يعني السمعه تاع الجزائر. اكيد. على ذكر الكاف، حضرت ملعب عمر حمادي ببلوغين وفرضت على الاتحاد ان يستقبل في ملعب اخر. الاتحاد يوم الاحد باذن الله سيلعب اياب الدور الربع النهائي من كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم ضد نادي البورسعيدي المصري. تتوقع حضور وتنقل جماهير الاتحاد بقوة في هذا الملعب يوم الأحد؟ إن شاء الله اللي يحب يشوف الماتش نهار الأحد لازم يروح شوية بكري، يعني الملعب راح يكتظ عن آخره سواء من طرف أنصار الاتحاد الموجودين يعني في العاصمة اللي راح يتنقلوا، كذلك أنصار الاتحاد اليوم يعني في كل ولاية الجزائر الجزائرية، وكذلك من انصار يعني وفاق سطيف، يعني فيه الان يعني حمله يعني مليحه على وسائل التواصل الاجتماعي، وين يعني عده يعني المناصرين يعني تاع وفاق سطيف، وهذا يعني مش غريب عنهم، راهم يعني يطالبوا من الانصار انهم يعني يجوا يعني بقوه، خاصه ان المدير عام اتحاد العاصمه الاخ عبد الحكيم سرار يعني عنده قاعده شعبيه كبيره في سطيف، ومحبوب يعني
في الصيف. سنستمع بعد لحظات، لكن قبل هذا لتصريح عبد الحكيم سرار لقناه البلاد حول هذه المباراه، لكن قبل ذلك نسينا امر هو العقوبات التي فرضتها الاتحاديه العربيه لكره القدم على نادي القوه الجويه العراقي، 100,000 دولار على مغادره وانسحاب الفريق العراقي من المباراه قبل انتهائها. كيف تعلق على هذه العقوبه؟ أنا كنت أنتظر يعني غرامة مالية أكثر من 100,000 دولار، لأن فيما يخص الانسحاب أثناء اللقاء دائما عملا بالمادة 9 وفقرتها، أنا نظن في المادة 9 فقرة 3.3 هي من لائحة الانضباط والأخلاقيات للاتحاد العربي لكرة القدم، يعني تقول أن العقوبة المالية ولا الغرامة المالية في هذه الحالة يكون أقصى حدها هو 1,000,000 دولار امريكي، يعني كيجي من المليون، يعني راه يتمثل 10% من الحد، 100,000 مخفضه جدا من الحد الاقصى، ولكن لجنه الانضباط يعني عندها صلاحيه في ان يعني توصل العقوبه ولا الغرامه الماليه يعني اللي تشوفها يعني الامثل، لان ما فيش حد ادنى في هذا في حد اقصى فقط هو 1,000,000 دولار امريكي. فيما يخص ال 20,000 دولار التي غرم بها كل مسير حرض على الانسحاب في ما يخص نادي القوة الجوية العراقي، لك التعليق يوسف. أظن أنه هذا القرار منطقي، والاتحاد العربي فرض عقوبة سواء 100,000 دولار للانسحاب أو 20,000 دولار، أظن أنه لجنة الانضباط الاتحاد العربي أرادت تهدئة في هذا الملف وعدم التصعيد من أجل إغلاقه نهائيا، لانه سبب يعني كاد ان يسبب ازمه دبلوماسيه بين البلدين. نعم، ازمه دبلوماسيه سياسيه بين البلدين. نظن انه قرار منطقي. قرار منطقي. الان نمر الى الدور الربع النهائي من اياب الدور الربع النهائي من كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. حكي عبد الحكيم سرار قدم تصريح لقناه البلاد ايضا بشكل حصري وقال عن المباراه التالي: سأتكلم مرة أخرى على كأس إفريقيا. نحن ذهبنا إلى مصر وحظينا باستقبال حار، واليوم وصلت البعثة المصرية وكان لها استقبال يعني مميز من إدارة اتحاد العاصمة. هزمنا المباراة الأولى 1-0، نتيجة تعتبر مفخخة، تعتبر جد إيجابية لاتحاد العاصمة نظرا لبعض الأخطاء التي قمنا بها في الشوط الثاني، وكنا ربما ننهزم أكثر من اثنين أو ثلاثة، يعني خرجنا بأقل الأضرار، وربما بسيريت خميس دان شامبيون، كنا راح نقدر نخسر 3-0 2-0، خسرنا 1-0، دونك ما علينا، نحضر مباراة غد اتحاد امل عين بليله باش نحضر بها المباراه يوم الاحد، وبالتالي راح تشوف غدا راح تكون تشكيله مكتمله، استغفر المولد اراحه اللاعبين، راح يكون كل اللاعبين راح يشاركوا في مباراه المصري راح يشاركوا بكره، لان فوزنا غدا على عين بليله راح نكون في المرتبه الاولى في الدوري الجزائري، لهذا يعطينا دافع نفساني قوي لنمشي يوم الاحد الى مباراه على الفرس سعيد المصري، واحنا متصدرين الدوري بمباراتين متاخرتين، يعني هذه راح تجعل قوه في ذهن اللاعبين. سير جورج، كيف تشوف المباراه القادمه ضد المصري البورسعيدي ونحن الذين خسرنا بهدف لصفر ضده، وما تعليقك عن تدخل عبد الحكيم سرار؟ انظر الشيء اللي قاله الاخ عبد الحكيم سرار، يعني هو منطقي، قال ان الفريق انهزم بواحد بهدف لصفر في لقاء الذهاب، وان يعني كل حظوظه في التاهل يعني قائمه برغم ان يعني هذه النتيجه يعني مفخخه خاصه يعني للنادي المصري. اليوم هما اغلبيه اللاعبين اللي يكونوا يعني تعداد نادي اتحاد العاصمه عندهم خبره في هذه المنافسه في المنافسات الافريقيه. عبد الحكيم سرار عنده خبره كبيره سواء كلاعب ولا كمسير في 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 هذه المنافسه. انا نظن ربما يعني الشيء الاول للاتحاد هو انه ما يتلقاش اهداف، وانا راني واثق بان
خط هجوم الاتحاد راح يسجل يعني اكثر من هدف واكثر من هدفين. اكيد الاتحاد معروف بقوته الهجوميه وعنده ارمادة من اللاعبين في الخطوط الثلاث، الدفاع الهجوم والوسط. 16000 تذكره يوسف مريبعي طرحت من اجل هذه المباراه، 10000 في ملعب عمر حمادي و6000 اخرى في ملعب الثامن ماي. تتوقع حضور قوي للجماهير في هذه المباراه؟ اكيد نعم، الجمهور اذا ما حضرش في مقابله مصيريه يعني اياب ربع نهائي كاس الكاف، هي مباراه مصيريه من اجل التاهل للنصف النهائي، اذا ما حضرش الجمهور يعني في هذه المقابله وقتاش راح يحضر؟ نظن نتيجه الذهاب تساعدنا؟ نتيجة نوعا ما في صالح اتحاد العاصمة لأنه قبل هدف فقط. نظن أن مباراة العودة حتكون يعني الأفضلية للاتحاد العاصمة، لأنه الحاجة يعني الحاجة الرئيسية في هذا المباراة الإياب هي أنه الفريق المصري البورسعيدي غير متعود على العشب الاصطناعي وحيلقى صعوبات كبيرة. لكن هناك 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 تصريح صبيحة اليوم قام به المدرب حسام حسن، تصريح قام به عند لحظة وصولهم وصول الوفد المصري إلى الجزائر عبر مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، وقال أنهم سيتعودون عن على هذه النقطة في هذه النقطة على الأرضية الاصطناعية. انا لا اعتقد انه انك تتدرب مره او مرتين في الارضيه الاصطناعيه او حتى اسبوع راح تتعود عليها، لانه لازم باش تتعود على الارضيه الاصطناعيه لازم انك تلعب فيها يعني لكل منافساتك كما يحدث هنا في الانديه الجزائريه، الكل متعود على وبعض الانديه الافريقيه، اما الانديه التونسيه الانديه المغربيه الانديه المصريه غير متعوده على العشب الاصطناعي. نظن انه شفت مباراه، اكيد شفت مباراه الذهاب، كيف تقيم اداء المنافس؟ تراها قادر على التعاون على حساب اتحاد العاصمه؟ لا اعتقد. ماموريه صعبه لاتحاد العاصمه في رايك؟ صعبه لكن ليست مستحيله، نظن انه اتحاد العاصمه يقدر كما قال الاستاذ يفوز مش بسهوله، لانه الفريق شفنا الفريق عنده مستوى لا باس به في مباراه الذهاب، لكن اتحاد العاصمة مش مهمة صعبة 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 ليه، يقدر يجوز يعني ب ب ب ب ب ب بهدف بهدفين ب ب بثلاث أهداف يعني، لكن ما حتكون نتيجة عريضة. نظن أنه التصريح حسام حسن كما قلت أنه راح يتعود الأخر هو يعني نعرف أنه المدربين أكيد أسمحك زميلي يوسف ربيعي، سنستمع إلى تصريح حسام حسن لحظة وصوله إلى الجزائر عبر مطار هواري بومدين ثم نعود. كل شيء تمام وان شاء الله كل شيء يبقى تمام، ودي مباراه كره القدم والرياضه كلها اخلاق وتقرب الشعوب كلها من الرياضه، وانتوا احنا يعني من ساعه ما نزلنا لحد دلوقتي احنا شايفين الناس بتستقبلنا احسن استقبال والحمد لله. لا انا سعداء ان احنا موجودين في الجزائر، هو البلد اللي انجبت اصل زيدان، يعني انا بعشق زيدان ورياض محرز. اتحاد الجزائر اتحاد العاصمه فريق كبير وفريق على المستوى العربي والافريقي، بس فريق كبير كل احترام والتقدير ليه، واحنا بنجتهد يعني الفريق النادي المصري فريق بنجتهد ان احنا كنا نتمنى نصل لدوري المجموعات ووصلنا لدوري المجموعات ووصلنا لدوري الثمانيه، فاحنا سعداء بما حققناه وان احنا في النتيجه في الشوط الاولاني اللي هو اتعمل في بورسعيد وهنا الشوط الثاني في الجزائر في وقت بنتعامل الحمد لله طلعنا بنتيجه ايجابيه، وطبعا المباراة اكيد مش سهلة زي ما ولا سهلة لينا ولا سهلة للفريق اتحاد العاصمة، لكن احنا جايين نلعب كورة نأدي بشكل كويس والتوفيق بتاع ربنا ان شاء الله. ما تعليقك عن تصريحات حسام حسن ونائب رئيس نادي البورسعيد المصري؟
نظن انه فيما يخص الاستقبال هذا شيء مش غريب على يعني المسؤولين الجزائريين والفرق الجزائريه، كما لقى اتحاد العاصمه الترحاب الكامل في بورسعيد من طرف الفريق في الاسماعيليه وبورسعيد. نعم في الاسماعيليه وبورسعيد يعني في مصر من الاخوه المصريين، يعني عاملهم بالمثل، وهذا شيء مش غريب على الجزائريين. فيما يخص تصريحاته الفنيه، كان تكلم على مباراة الذهاب وقال انه الحكم حرمنا من يعني من هدف ثاني كان شرعي. نظن انه حتى لو نشوفوا التصريحات، يعني المدربين المصريين متعودين على التصريحات المثيرة حتى نارية. نعم حتى في الدوري المصري لو نشوف انه قبل مباراة الذهاب في بورسعيد كان له تصريح قال انه الفريق تاعي جاهز والفريق تاعي مركز جيدا وراح يفوز بسهوله، وحنا قال احنا نحن نفكر حتى في لعب النهائي، يعني وكانه اتحاد العاصمه فريق يعني فريق متواضع وفريق، ونشوف مباراه الذهاب وجد يعني صعوبات الفريق المصري البورسعيدي. اتحاد العاصمه كان فريق واقف، يعني فريق ايكيب سوليد رغم النقائص. مباراة العودة اتحاد العاصمة حيستفاد من عودة بعض اللاعبين اللي كانوا غايبين على مباراة الذهاب. نعم راح يقدموا إضافة كبيرة، لاعبين أساسيين اثنين أو ثلاثة راح يقدموا إضافة كبيرة للتشكيلة. نظن أنه كل الظروف، يعني ملعب سطيف، العلاقات، يعني هو اختيار اتحاد العاصمة لملعب سطيف كان بسبب العلاقات الأخوية، حسب عبد الحكيم سرار، العلاقات الأخوية بين يعني أنصار الوفاق وأنصار اتحاد العاصمة راح يلقاو كل الترحاب هناك من سطيف. ما عندنا الشك أنه حتى أنصار الوفاق سطيف راح يساندوا اتحاد العاصمة. مباراة دولية يعني نعم. الجزائر تلعب مثل الجزائر، يعني نعم. كل ظروف راح تكون مواتية لاتحاد العاصمة من حيث نتيجة الذهاب، من حيث الأرضية اللي راح تلعب في المباراة، لأنه من الصعب جدا على الفريق المصري البورسعيدي أنه يتعود على العشب الاصطناعي من خلال اسبوع في التدريب او هذا في صالح الاتحاد، الاتحاد متعود عليه. اكيد في صالح الاتحاد، وقلنا انه كل الظروف هي ضد المصري البورسعيدي، نتيجه الذهاب غير مطمئنه، نتيجه مباراه العوده راح تلعبها في ظروف مغايره على الظروف لانك تلعب في مصر، ماشي نفس الظروف، ماشي نفس يعني الارضيه. نظن انه اتحاد العاصمه امام طريق مفتوح باش يتاهل ان شاء الله للدور النصف. ان شاء الله باذن الله، هذا ما نتمناه. على ذكر يوسف مريبعي، منذ لحظات للانصار، اترى ان انصار اتحاد العاصمه هذه المره سيتفادون الاخطاء التي قاموا بها بما في ذلك اشعال الشماريخ؟ لكل حال لازم يتفادوا الشيء هذا، خطر في كل مره يعني تكون فيها عقوبات ماليه على النادي، يعني راه يعني خسر يعني للنادي الغالب، يعني هذه القوانين اللي سنتها، خاصه هي الفيفا يعني اللي سنتها وهي اجباريه في كل دول العالم، لازم يتفادوا يعني هذا الشيء هذا، ينصروا يعني النادي تاعهم حتى يتفادوا يعني مثل هذه العقوبات للنادي خاصه تعود بالسلب للنادي. في الاخير سنتكلم، ما رايك في المباراه القادمه لوفاق سطيف في اياب الدوري الربع النهائي من كاس رابطه ابطال افريقيا ضد الوداد المغربي؟ اليوم الوفاق وصل الى المغرب وتم استقباله بحفاوه من طرف الاشقاء المغاربه في انتظار لعبهم مباراه الاياب في يوم الجمعه. فيما يخص الاستقبال حتى نادي وفاق سطيف، يعني كان خص يعني نادي الوداد البيضاوي باستقبال يعني كبير هنا في الجزائر، حتى يعني انصار الوداد يعني كانوا يعني استقبلوا استقبال حار، ويعني شفنا يعني فيديوهات وين قدموا لهم يعني الطعام الاكل والماء يعني في المدرجات، يعني حاجه مليحه. ما فيما يخص اللقاء بحد ذاته، نادي وفاق سطيف هو رايح كان افونتاج تاع 1-0، ما عنده كل حظوظه يعني. فيما يخص هناك شكوك حول انحياز الحكم بيرناس كاميل سيشيلي للمغاربه، ما رايك في هذا الحكم؟ انظن تعرفه جيدا. كل حال تحكيم افريقي راه معروف، راه معروف يعني بالرغم من انه يعني فيه تحسن في 3 سنوات الاخيره يعني فيما يخص التحكيم الافريقي، خاصه منذ وصول ايدي ماي على راس لجنه التحكيم الاتحاد الافريقي لكرة القدم. طالع ايدي ماي الذي ادار مباراة الجزائر ومصر في أندرمان. هو يعني من نفس البلد مع رئيس سيشيلي، مع رئيس لجنة التحكيم. واش نقول لك، انا قلت لك التحكيم الافريقي تحسن، ما يلزمش يعني دروك يعني نركزوا على الحكم،
نخليو يعني اللاعبين والطاقم والطاقم الفني تاع وفاق سطيف يعني ينساو يعني الحكم، ينساو الحكم، يركزوا غير على اللقاء تاعهم. انا نظن يعني قادرين يعاودوا يدخلوا يعني الجزائر ان شاء الله بتاهل، ونتمنى ان شاء الله ان الوفاق يتاهل الى الدور المقبل ان شاء الله. 1-0 النتيجه تخدم الوفاق في الاياب؟ هو فوز لكنه غير كافي، لازم الوفاق سطيف يعني يكون يعني واقف على رجليه مليح في ملعب محمد الخامس، ويعني قدم مباراة رجولية بروح قتالية كبيرة، لأنه الوداد البيضاوي فريق يعني قوي جدا في ملعب محمد الخامس، كانت فرق كثيرة الموسم الماضي وهذا الموسم في دور المجموعات زارت ملعب محمد الخامس ويعني وخسرت ثلاثيات ورباعيات، ملعب كبير راح تكون جماهير كبيرة في يعني في محمد الخامس وتشكل ضغط كبير على وفاق سطيف. هي فريقي الوداد والرجاء معروفين في المغرب، معروفين بالجماهيرية، قاعدة جماهيرية والضغط الجماهيري على لاعبي الوفاق انه يركزوا جيدا وما يعني نعم وما يعني ما يدخلوش في راسهم كما قال الشيخ، ما يدخلوش في راسهم التحكيم راح يكون ضدنا، يركزوا على المباراة ان شاء الله. نظن لاعبين الوفاق لديهم الخبره الكافيه في هذه المنافسه الافريقيه، واقول فقط ان رشيد الطوسي قام بتصريح وقال ان المباراه صعبه لكن اللاعبين لديهم العزيمه من اجل تخطي هذه العقبه، عقبه الوداد البيضاوي، وقال عن مواطنيه المغاربه انهم استقبلوهم بشكل جيد وبالورود كما راينا في الصور في المطار. ومشاهدينا الكرام، بهذا ما بقي لي الا ان اشكر السيد رشيد أرجراج على هذا التدخل. شكرا لكم. شكرا لك ايضا زميل يوسف مربعي. شكرا. بهذا مشاهدينا الكرام نصل الى ختام هذا العدد من حصتكم فوت بليس، الى اللقاء.